اهلا بيكم مره تانية ورجعت لكم بعد الفاصل. ودلوقتي جه ميعاد فقرتنا الدينيه. زي ما حضراتكم تابعتونا من اول حلقتنا، النهارده كنا بنتكلم عن قصه طفله تعرضت للمدرسه لشيء مهين او شيء محدش يقبله، وطريقه معامله محدش يحبها ان ولاده يتعاملها في المدرسه. عشان كده النهارده مع شيخنا الجليل الشيخ محمد رصاد هنتكلم عن السماحه في الاسلام. هنتكلم ازاي ان المدرس يعامل الطالب بشكل بسيط وسهل، ويبقى عارف ومتأكد ان الطريقة دي هتخلي الطالب اكتر يستوعب المعلومة ويستجيب له من غير عنف ومن غير ما نهينه ومن غير ما نضربه. وكمان الطالب ازاي يعامل المدرس بشكل بسيط وبشكل لائق اكنه بيعامل الاب والام في البيت. كل ده هنعرفه وهنتعرف عليه مع شيخنا الجليل الشيخ محمد رصاد مدرس القرآن الكريم بالازهر الشريف. خلينا نرحب بشيخنا الجليل. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، منورنا واهلا بيك معانا. الله يكرمك، ده نور حضرتك، ربنا يبارك فيك. وكمان معايا ثلاث اطفال جمال، وهم جودي وفاديه ويارا. الثلاثه بعتونا على صفحتنا صفحه اطفال، ولكن وحبوا يشاركونا الحلقه ويسالوا شيخنا الجليل الشيخ محمد رصاد اسئله بتدور في ذهنهم، وحبينا نجيبهم معانا في الحلقه عشان يسالوا بنفسهم والشيخ يجاوب عليهم. خليني ارحب بيكم، اهلا بيكم، منوريني. وفي البدايه شيخنا النهارده في بدايه الحلقه كان عندنا موضوع مهم جدا، وهي قصه طفله اتعرضت لشيء غير لائق في المدرسه واتعاملت بمعامله شويه فيها اهانه. فازاي نعلم ولادنا ان هم يحترموا المدرس، وازاي نعلم المعلم ان انت بدورك كمعلم مفروض تتعامل بشكل فيه سماحه، لان ديننا هو دين السماحه. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته الى يوم الدين. يعني بادئ ذي بدء، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم من الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وابتداء الله عز وجل أو إنزاله على نبيه صلى الله عليه وسلم، أول ما أنزله عليه هذه الآيات، إنما يدل على مكانة العلم. لذلك فعلى المعلم أن يعلم أنه صاحب رسالة، لأن بعض المعلمين يتعامل مع الأولاد معاملة كلها همجية، وليس عنده مبدأ وليس عنده رسالة في التعامل مع الطلاب أو التلاميذ عنده في المدرسة. فيعني والله نسمع احيانا الفاظ بذيئه جدا من بعض المعلمين، يعني لا تتحمل الاذن سماعها. هل هذا معلم حقا؟ وهل هذا صاحب رساله؟ فينبغي على المعلم اولا ان يعلم انه صاحب رساله، وان يتعامل مع الابناء على انهم ابناؤه، وهم فعلا ابناؤه. يعني هذا الطفل الذي أتى إلى المدرسة برغبته وإرادته يجلس مع المعلم أكثر مما يجلس مع أبيه ومع أمه ومع إخوته، مع أهله في بيته. فبجلوسه أو بهذه المدة التي يجلسها مع المعلم، إنما هو ينهل ويقتدي ويتأسى بالمعلم الذي يراه أمامه. فكل تصرف يقوم به المعلم الطفل يقلده تماما. الأطفال يقلدون، يرى المعلم يتلفظ بهذا اللفظ البذيء فهو يقتدي بالمعلم ويتأسى بالمعلم، يرى المعلم عنده سماحة وعنده أخلاق طيبة وعنده يعني أسلوب راقي في المعاملة فهو يقلد المعلم تماما. على صفحتنا بعت لنا أسئلة وعايزين تسألوها للشيخ. نبدأ بيك يا جودي، ايه السؤال اللي انت عايز تسأليه لشيخنا؟ على ده براحتك، السؤال اللي انت حابة تسأليه. هو ليه لما عندي سؤال، ليه لما مثلا الطفل يغلط في المدرسة ليه المدرس بيزعق له جامد؟ ليه ما يعني ما يقولوش الاول بطريقه كويسه؟ تعالوا الاول يا حبايبي نتفق ان المعلم مهما كان تصرفه تصرف خاطئ او تصرف صحيح، المعلم بيحبنا.
يعني طبعا. عايزين نتفق على النقطه دي، مفيش معلم بيكره تلميذه الا لو كان بقى معلم مريض خلاص، لكن احنا بقى ايه يعني المشكله في سلوك المعلم، لكن احنا مش عايزين نشكك في حب المعلم لينا. مش معنى كده ان انا اتعامل مع المعلم معامله سيئه، لان يعني في بعض الاولاد يا استاذ مروه بيرفع صوته على المعلم طبعا، وده غلط. وبنشوف في المدارس، مدارس اللغات والمدارس الخاصه، اقول له انا جاي هنا بفلوسي للاسف، انا جاي بتعلم هنا بفلوسي. وده طبعا يا شيخنا راجع للبيت، لان المفروض البيت يفهم الطفل ان المدرس ده زي يعني زي الاب والام، لازم زي ما بتعاملني تعامل مدرسك. تمام خلاص، فانا اعلمه باحترام الايه المعلم. احمد شوقي بيقول ايه، قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم ان يكون رسولا. فاحنا في البدايه نتعلم اولا احترام المعلم، لازم احترم المعلم زي بابا وماما بالظبط بالظبط. ثانيا بقى حته بقى ان المعلم بيتعامل معايا بقسوه او بيعاملني باسلوب مش كويس، انا ممكن اقول له بعد اذن حضرتك يا مستر او بعد اذن حضرتك يا استاذي، في بس انا بحبك قوي على فكره طبعا. وانا بعتبرك زي بابايا او المس مثلا عارف في المدرسه، بس انا في حته بتزعلني من حضرتك باسلوب كده كويس، اسلوب راقي. اقول لها ايه في ايه يا جودي، هو حضرتك ليه بتتعاملي معايا يعني، ممكن حضرتك ما تشتمينيش، ممكن حضرتك ما تضربينيش، فهميني بالراحه وانا فهميني بالايه بالراحه. يبقى انا ابدا انا بشخصي اقوم المعلم، اذهب ليه وانصحه عشان المعلم ده زي بابا حقيقي. الواحد فينا لما يشوف بابا بيعمل حاجه غلط هيسيبه يسكت، بس باسلوب كويس اقول له يا بابا على فكره ما يصحش تعمل كده حقيقي. فأنا يلا يا معلم يلا يا رد اسال السؤال اللي عندك. حد عمل حاجه عشان حد يعني مثلا ضربه، في الاخر اللي ضربه هو اللي اتوجع وراح قال لحد، ده حرام؟ ان انا مثلا زميلي في الفصل او زميلتك في الفصل ضربتك وانت رحت اشتكتيها للمس صح؟ يعني لا يعني مش اللي اتضربت، اللي بتضرب هي ايديها وجعتها مثلا، هي بتضربها فراحت قالت للمس حرام يعني انت يعني هي كمان على اللي بيضرب ان ايده وجعتها هتكون ضربه وهتروح تشتكي؟ لا لا ممكن مثلا هي ضربتها فقامت الثانيه ضربها فقعدت تقول لها لا لا كده يعني ما ينفعش. لا هو اساسا السلوك ده مرفوض، ما ينفعش حد يضرب حد اصلا صح؟ ما ينفعش حد يعتدي على حد، يعني هو لما زميلتك تضربك يبقى ده اسمه ايه؟ اعتدت عليك يعني اذتك، طبعا ده حرام ما ينفعش. وده مش دي احنا كنا لسه عنوان الحلقه، مع ان احنا خرجنا عنه خالص يعني، بس ممكن نربطه ببعضه، اللي هي سماحه الاسلام. لان النبي صلى الله عليه وسلم جاله واحد اعرابي ومسك في رقبه النبي صلى الله عليه وسلم، مسك في لبسه وقال له يا محمد اعطيني من بيت مال المسلمين، اديني فلوس من بيت مال المسلمين، ده مش مالك ولا مال باباك. طب لو كنت انت مكان النبي صلى الله عليه وسلم كنت هتعملي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كنت هديله فلوس من عندي. سيدنا عمر بن الخطاب طلع سيفه قال له يا رسول الله ائذن لي ان اضرب عنق هذا الكافر، اسمح لي ان انا اقطع رقبته. قال لا يا عمر اهلا، وامر له بعطاء، يعني قال للصحابه ادوه فلوس، ادوه كل اللي هو عايزه، مع انه جاي بيعتدي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. فمش من اخلاق المسلم الاعتداء على غيره الاخرين، ما ينفعش اعتدي على غيري. وانا في الفصل ما ينفعش اضرب زميلي، ما ينفعش اضرب زميلتي، ما ينفعش اشتمه زي ما اتكلمنا في بدايه الايه في الحلقه، فدية. لان ربنا بيقول ولا تستوي الحسنات. طب لو حد اساء ليا او اذاني خلاص اروح اشتكيه للمدرس او للمدرس اللي عليا، بس ما اشتكيهوش عشان يعاقبه، لا اشتكيه عشان يقومه، عشان يقول له كده غلط ومن جوايا اسامحه وما اردش الاساءه بالاساءه. لان احنا لو ردينا الاساءه بالاساءه يبقى وقعنا في مشكلتين. المشكله الاولى ان دي مش اخلاق المسلم انه يرد الاساءه بالايه؟ بالاساءه. بالاساءه، لان ربنا بيقول ولا تستوي الحسنات ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن. المشكله الثانيه ان انا نزلت نفسي للمستوى المتدني ده اللي هو مستوى الإساءة للآخرين، وده ما يليقش بيا كإنسان وما يليقش بيا كمسلم. في حاجة كمان، هبقى حرمت نفسي من أجر العفو عند المقدرة. يعني إيه؟ يعني إن أنا أسامح حد وأنا قادر عليه، يعني حد ضربني وأنا قادر أخد حقي بس أنا سامحته. بس أنا سامحته. ربنا بيقول وسارعوا إلى الجنة لمين؟ شوفوا بقى صفات أهل الجنة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صفتهم إيه يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. يعني أخدم غيظي إن أنا أسامح،
ان انا ما انفعلش على اللي قدامي لما يسيء ليا، والعافين عن الناس، خلاص انا سامحتك لوجه الله وعفوت عنك ومش زعلان منك خالص. والله يحب المحسنين، ده مش كده وبس، ده انا احسن اليه لو اساء ليا اقول له خلاص. طب انت عشان اسأت ليا ماشي يا عم، انت زعلان مني يعني، متضايق مني في حاجه، طب خد الهديه دي مني، هديه مني ليك. كان فيه واحد من الامراء ومن الملوك كان عنده جاريه، هنختم بايه يعني، هختم كلامي بالقصه. عايزين ناخد سؤال فادي الاول قبل ما حضرتك تختم. عايزه فادي تسالي شيخنا ايه؟ عايزه اسال سؤالين. اتفضل. طب ناخد سؤال واحد الاول. عايز اسال، لو حد كان دايما بيضايقك وبيقول انت شيخ وحش وما بتعرفش تتعلم، وانت دايما يعني وحش وما بتعرفش تتعلم، انت هتعمل ايه؟ اعمل ايه؟ حلو قوي السؤال يا فندم. الكلام لما حد يجي ينتقدني اعمل حاجتين. الحاجه الاولى اقول له شكرا، اشكره على الايه، على النقد ده، حتى ولو كان هو بيكرهني او حتى لو كان النقد ده مش في محله. اقول له خلاص، طب شكرا على الايه، اعتبرها نصيحه، اقول له شكرا على النصيحه. الحاجه الثانيه ابدا بقى اراجع نفسي، اشوف انا فعلا هل انا بتقي ربنا في عملي ولا لا، هل انا بعلم كويس ولا لا، هل انا فاشل فعلا ومفروض احسن استفيد من النقد ده، ما خليش النقد ده يصدقني ويرجعني لورا واقول لا خلاص ده انا مش عاجب الناس. ويا شيخنا بعد ما فاضيه سالت في سؤال مهم جدا، عشان كل اللي بيسمعونا يعني يعرفوا ازاي نعمل ايه لما ابني يعمل حاجه غلط، ازاي اوجهه بس من غير نقد، من غير ما اقول له انت بتعمل كده وده غلط وازعق له، وخليه الولد يكره حاجه ممكن انا اعالجها بمنتهى البساطه. تمام. بص حضرتك، هو يعني حته تقويم السلوك عند الطفل، حتى لو كان السلوك ده موجود عنده اصلا، السلوك الخطا ده موجود عنده، يعني حضرتك بتقولي ان ممكن ما يكونش السلوك ده خطا وانا بقول انه خطا، لا ده حتى لو كان السلوك ده فعلا خطا وهو موجود عنده، الطفل بالذات ما ينفعش اقول له دايما انت غلط وتصرفك ده خطا وانت وحش وانت مش بتفهم، خلاص هيبقى عنده ثقافه ان انا مش بفهم، عنده ثقافه ان انا عند بابا وماما وحش، وان انا عند بابا وماما مش بسمع الكلام. في يعني سؤال حضرتك ده ذكرني بموقف بعض الاطفال وانا بحفظهم القران، ممكن ما يسمعش الكلام، ممكن اديله الجديد ما يحفظهوش، واستخدم كل الوسائل ان انا اجيب له هديه وان انا اشجعه وما يحفظش. ففي اسلوب بقى كويس جدا بينفع مع الاطفال، اقول له مثلا ايه، انت اسمك محمد او اسمك كارما مثلا او اي اسم بقى. طيب على فكره كان في واحد اسمه محمد، وكان في ولد برضو تاني اسمه حسين، حسين ما كانش بيحفظ كويس وما كانش بيسمع الكلام، فعشان كده كان بابا وماما بيزعلوا منه وكانوا بيتضايقوا منه، والشيخ بتاعه كمان كان بيزعل منه. لكن محمد كان بيحفظ كويس وكان بيعمل الواجب اللي الشيخ قال عليه او المعلم قال عليه، عشان كده كانوا بيحبوه. كانوا بيحبوه. تحب تكون زي مين؟ لا، اكون زي محمد. فتلاقيه يحفظ ويجتهد ويستجيب. برضو حته تقويم السلوك، اقول له على فكره يا حبيبي ده انت بتبقى عسول قوي وامور قوي لما ما بتعملش التصرف ده بيخليك مش كويس، التصرف ده بيخليني ازعل منك، بيخليني اتضايق منك، انا عشان بحبك مش عايزك تعمل كده تاني، او مش عايزك تعملي كده تاني. هتلاقي الطفل تلقائيا بدا ما يكررش الطفل ده. وحته معاقبه الاطفال بالضرب والاعتداء دي حته مش كويسه خالص طبعاً. لان الاطفال ذاكرتهم في مساله العقاب بالذات زي ذاكره السمك، بينسى هو اتعاقب ليه، لكن مستحيل ينسى ان هو اتعاقب، ما بينساش العقاب نفسه. وده افضل ختام اختم بيه مع حضرتك، ازاي نعاقب ولادنا بشكل بسيط وسهل من غير ما نهينهم ولا نأمنهم. أشكرك يا شيخنا، شكرا جزيلا، نورتني الشيخ محمد عصام، وإن شاء الله نكمل معانا الشهر ده في سلسلة حلقاتنا، وهنتكلم عن مواقف كتير جامعة النبي صلى الله عليه وسلم بغيره من الصحابة ومن الأطفال، عشان نعلم ولادنا رسائل واضحة وصريحة. شكرا جزيلا وبشكركم يا حبايبي، نورتوني، ورب تكونوا استفدتوا النهاردة من حلقتنا، نورتوني. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام الفقره الدينيه وختام الحلقه، يا رب اكون افدتكم، يا رب في رسائل بسيطه وسهله نقدر نعلم ولادنا حاجات تفيدهم وتحسن من اخلاقهم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده وبرنامجكم اطفال ولكن.